أعزائي التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم غادي يكون استثنائي تماشيا مع الظرفية التي نعيشها مع تمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية 20 من شهر مايو القادم إن شاء الله، وعلاقة هذا التمديد مع السنة الدراسية 2019-2020. إذن في هذا الفيديو غادي نجاوبكم على مجموعة من التساؤلات اللي ممكن تدور في بالكم. إذن غادي نجاوبكم على ثلاثة ديال الأسئلة مهمة جدا متعلقة بالسنة الدراسية وعلاقتها بالحجر الصحي. إذن التساؤل الأول هو هل ستكون هناك سنة بيضاء أم لا؟ السؤال الثاني هو واش يمكن للوزارة أنها تعلن على أنه جميع التلاميذ ناجحون هذه السنة إن شاء الله؟ ثالثا هو ما مصير الامتحانات الإشهادية مع تمديد فترة الحجر الصحي؟ نجاوب على السؤال الأول. السؤال الأول واش يمكن للوزارة أنها تعلن على سنة بيضاء؟ إذن الأمر ديال السنة بيضاء حسمت فيه الوزارة وحسم فيه الوزير مجموعة من التدخلات ديالو في مجموعة من المنابر أنه ما غتكونش سنة بيضاء، والأمر منطقي. لماذا؟ لأنه تقريبا ثلثي المقررات الدراسية تم تمريرها قبل بداية الحجر الصحي. يعني ماذا؟ يعني أنه 75% ديال الدروس دارس قبل من بداية الحجر الصحي. وكذلك الوزارة دارت مجهودات كبيرة في إطار التعليم عن بعد، يعني لا يمكننا الحديث بتاتا عن سنة بيضاء. السؤال الثاني واش يمكن للوزارة أنها تعلن على أنه جميع التلاميذ ناجح؟ إذا حتى هو أمر مستبعد. لماذا؟ غادي نشرح لكم علاش. إذا نفترضوا أنه الوزارة علنت على أنه جميع التلاميذ ناجحون في هذه السنة، واش في نظركم البنية التحتية ديالنا والجامعات ديالنا ممكن نستوعبوا عدد التلاميذ اللي غادي ينجحونا في البكالوريا؟ إذا الأمر صعيب بزاف. لذلك حتى هذا الأمر ديال إنجاح جميع التلاميذ كما داروا مجموعة من البلدان حتى هو أمر مستبعد. كما قلت لكم يعني صعيب على الوزارة أنها تعلن على إنجاح جميع التلاميذ. الآن نجاوب على السؤال الثالث. السؤال الثالث هو كيف ومتى سنجتاز الامتحانات الإشهادية؟ إذن كيفاش وكيف سنجتاز الامتحانات؟ إذن كلها أمور متعلقة بفترة الحجر الصحي، واش غتستمر من بعد 20 مايو ولا غادي نوقفوا نهار 20 مايو ونهار 21 مايو غتبدا الدراسة إن شاء الله. إذن هذه كلها أمور متعلقة بفترة الحجر الصحي. ولكن الامر الذي كان رجح الكفه ديالو انه تمشي له الوزاره هو تمديد السنه الدراسيه. يعني غادي تمدد السنه الدراسيه الى مثلا نقراو حتى شهر 7، الامتحانات ندوزوها في شهر 7 مثلا. الامتحانات ديال البكالوريا كيدوزوا في الاول ديال 6 يوليو مثلا في الاول ديال 7، الامتحانات ديال الجهوي مثلا حتى هما كانوا كيدوزوا في الاول ديال 6 حتى هما يدوزوا في شهر 7، الامتحانات ديال الثالثه اعدادي كانوا كيدوزوا في 19 2021 ديال يونيو يوليو في يوليوز، كذلك المستوى السادس ابتدائي يدوزو تحوما اواخر شهر يوليوز. هذا هو الامر المرجح، هو انه يتم تمديد الموسم الدراسي الى شهر اخر. وغالبا مواضيع الامتحانات ستعتمد الوزاره فيها مبدا تكافؤ الفرص، اي ستعمد على انجاز مواضيع تشمل فقط الدروس التي تم تقديمها قبل بدايه الحجر الصحي. لكن هادشي كامل مرتبط بينا، يعني خصنا نقللو من الحركة ديالنا خارج المنزل، وثانيا نعقمو راسنا ونزيدو من الإجراءات الاحترازية باش نواجهو هاد الوباء إن شاء الله ونخرجو كاملين سالمين وتخرج السنة الدراسية ديالنا إن شاء الله بنجاح. واللي ننصحكم به أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات هو قراو قراو قراو، كنأكد عليها دائما، وموفقين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.